سأقول قصيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. مجد الإمارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطال الله في عمره. نحن القصيد ونحن اللحن والوتر، والقول والفعل والإنجاز والظفر. لنا الصدارة في علم وفي عمل، في كل يوم لنا مجد ومفتخر. ننافس الكون لا تنفك رايتنا خفاقة حينما الرايات تنكسر. يا كاتب المجد سطر عن مآثرنا، ما يعجز الخلق إن قلوا وإن كثروا. لا تعرف اليأس والتسويف همتنا، ولا يخالطنا عجز ولا خور. حضارة ليس بالإسمنت قيمتها، بل إنها العقل والتدبير والفكر. يا سائلا عن جذور من أرومتنا، نحن الحضارة والإسلام والصور. لكل مجد سعينا لا نفوته، إذ ليس في باعنا عن نيله قصر. وكل ساحة عز عز طالبها، كنا لها وعلى ما عز ننتصر. شكرا يا شام، شكرا يا شام، تمنياتنا لك بالتوفيق إن شاء الله. شكرا.